بما ان احنا في اكتوبر فنرجع تاني لمسابقه ابطال ال جي. الحقيقه انه ال جي عامله المسابقه دي عشان نفتكر دايما الناس اللي حوالينا وعشان نفتكر دايما الشخصيات الملهمه لينا. وبما ان احنا في اكتوبر واكتوبر هو شهر التوعيه بالسرطان، فالحقيقه ان ال جي حبت تكون الشهر ده بنتكلم فيه عن ناس حوالينا شفناهم هما بيعانوا مع هذا المرض اللعين، لكن الحقيقه انهم فضلوا صامدين وفضلوا بيعافروا. ابعتوا كل القصص اللي انتوا شفتوها حواليكوا، عشتوها، احكوا الحكايه. الحقيقه انه هذه المسابقه طبعا مسابقه ملهمه جدا لان بتخلينا نبص حوالينا ونشوف الحاجات الحلوه اللي حوالينا أبطل. ونقدر نعم كتير جدا يمكن مش واخدين بالنا منها. الحقيقه انه بما انه اكتوبر وبما انه شهر طبعا الانتصار العظيم في اكتوبر وبما انه شهر التوعيه بالسرطان، فالحقيقه انه الجائزه المره دي مش هتبقى جائزه واحده لكن هتبقى جائزتين، غساله وتلفزيون. خلونا نروح نشوف هذا التقرير عن مسابقه ابطال الجي ونرجع لسه مكملين مع حضرتك. ودلوقتي مع الأستاذ عادل سلام الخبير التقني بشركة LG Electronics للتعريف بجائزة موضوعنا الجديد لشهر أكتوبر. أهلا بكم ومرحب بكم على LG. جائزة شهر أكتوبر هي مش هتبقى جائزة واحدة، هتبقى جائزتين، وهتبقى أول جائزة منهم هي الشاشة النانو سيل 75 إنش بوصة. والشاشة دي ميزتها إن هي مميزة بخلايا النانو اللي بتقدر تديني تفاصيل أدق وأعلى بكتير للشاشة عندي، وكمان بتدي زاوية رؤية واضحة جدا، ده غير إن إحنا مدعمينها بأعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بالبروسيسور أو المعالج الألفا 5، وده اللي مستر اللي هو بيختار أحسن وضع للصوت والصورة بناء على المحتوى المعروض، غير الماجيك ريموت اللي بيسهل جدا الاستخدام وليه أوامر صوتية سواء بالعربي أو إنجليزي أقدر أتحكم منها في الشاشة، سواء بعمل سيرش عليها أو بقدر أختار أي حاجة كأوبشن داخلي جوه الشاشة. بالنسبة للجائزة الثانية هي الغسالة التوب لودينج 19 كيلو، ودي غسالة من أعلى التقنيات الموجودة في LG، تتميز إن هي بيبقى فيها موتور الدايركت درايف الدفع المباشر، وده بيدي ثبات أثناء التشغيل وليه 10 سنين ضمان على الموتور. وكمان الغسالة بيبقى فيها خاصية اسمها التربو ووش 3D، ودي ميزتها إن الحلة بتاعت الغسالة بتلف عكس اتجاه المروحة بتاعت الغسيل، فبتقدر تدي عملية دعك الغسيل أقوى وأعلى بكتير، زائد ان بيبقى فيها رشاش اضافي بيقدر يقلل وقت الشطف، بدل ما انا بياخد عندي حوالي مثلا 40 دقيقه بيقدر يوصل معايا الوقت قليل جدا، بيخلي الغسله كلها بالكامل توصل لمده 39 دقيقه.